ما كانش الشعب في المغرب، كانوا البريولات غنيوات دي 3 مينوت 4 مينوت ملحنين يهود مغاربة وتزايريين، وكانوا كيجيو من تزاير داك الأغاني كيجيو المغرب فحال ضربي ها الشيباني ولا حال هلا الليل لالي. ما كانش الشعبي ما كانش كاين غران تيشانج بين الجيري اي لو ماروك. كاين بزاف هما ديال الاغاني حتى هما اللي هما كنغنيهم في العراسات بحال زين اللي عطاك الله. شحال من واحد كيسحب واش مغربيه هي اغنيه جزيريه. صافي 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 دابا ما عرفتش هضر معنا سليم كاع. ففي لباس هناك ما يسمى بالقفطان، القفطان والمنصوريه، وهذا اللباس هذا جاءنا من الاتراك في عهد المنصور الدهبي الذي كانت له علاقه مع الاتراك. فالقفطان كله بهذه الطريقه كان يلبسه الرجال وكانت تلبسه النساء وورثناه وبقي اليوم. واذا سالت فاسيا اليوم عن اصل هذا القفطان يقول لك هو اصله هو مغربي 100%، هو في الواقع جاءنا من المشرق. من الانحطاط التي بلغتها صناعة الخزف بالمغرب كلف المقيم العام المارشال ليوطي، وهو المعروف باهتمامه بفن الخزف، مصلحة المهن والفنون المغربية بتجديد وإصلاح فن الخزف بآسفي، مما جعلها تدعو الأستاذ بوجمع العملي كتقني ومنشط للورشة الرائدة بالمدينة من سنة 1918 حتى سنة 1935. الإقلاع الكبير الذي ستعرفه صناعة خزف بأسفي هو سيكون منذ القرن العشرين حين استقرار المعلم بوجمع العملي بمدينة أسفي. الفرنسيين غادي يقرروا في 1921 يجيبوا هذاك بوجمع العملي اللي هو قبايلي جزائري في الأصل ولكن فنان مهم، وغادي يقولوا لي شي نختار في المغرب شنو هي المنطقة اللي يمكن اللي فيها الخزف واللي يمكن تساعد على الانقاذ ديالو. غادي يختار اسفي وغادي يدار مدرسه، وهذه المدرسه ديال اسفي هي اللي غادي تخرج منها هذه الفنون بحال هذا النوع اللي ما بقاش كيدار اليوم، لا من حيث الشكل ولا من حيث الاتقان ولا من حيث الالوان او غيرها. شكلت أسفي إذن نقطة انطلاق مغامرة العمل بالمغرب، إذ قام بتأطير أول ورشة للخزف في البلاد تأسست تحت أوامر المارشال ليوطي، والتي تحولت فيما بعد إلى مدرسة للخزف، حيث قدم العملي أسرار تطويع التراب لفائدة الجيل الجديد. وقد كان لهذا الاستقرار أثر كبير على صناعة الخزف الأسفي. لماذا؟ لأنه سيؤسس أول مدرسة خزفية بالمغرب، وقد طور هذه طور يعني كان يلقي بهذه المدرسة مبادئ صناعة الخزف، وفي في فترة يعني كثرت فيها الصناعة الأوروبية المنزلية وخصوصا البلاستيك، إلا أن المعلم بوجمع العملي تحدى هذه الصناعة المستوردة والصناعة الحديثة آنذاك، وقام بإعادة إحياء الخزف كأوان منزلية نحتاجها في معيشنا اليوم. وعندها تأثيرات عثمانية، مع أنه إحنا العثمانيين ما كانوش يحتلوا المغرب، ولكن بحكم أنهم احتلوا الجزائر بزاف ديال العائلات التركية اللي كانت عايشة في الجزائر كانت هجرت في الاحتلال الفرنسي الجزائر للمغرب واستقرت في تطوان. فتطوان كجبروا فيها بزاف ديال العادات عثمانية وتقاليد عثمانية كتجسد بالخصوص في الطرز ديال تطوان. شي حاجة رفيعة كطلب الوقت هنا التنبيت، ومن خلال الخدمة ديال المعلم بحال الزيري والدبانة بحال الخدمة ديال شي حاجة ديال المبو. دايرة هاد القفطان دايرة له لاجيب في هاد اللون، والكمال تا هما في هاد اللون هانتوما كتشوفو هكذا كتجي لاجيب كتجي كلوز القفطان كامل كيجي مطروز الكمام المضمة ديالو تا هي مخيطة بالزيري وفق اللي بيض وفق اللي صفر والموزونة باللوان. مد واش رايك في التحدي تاع اليوم؟ التحدي تاع اليوم طبعا جاني ساهل من حيث القطايف انا نعملها، من حيث المطبخ المغربي فيه القطايف
من حيث المهاجرين الجزائريين اللي جابوا لنا القطايف في عام 1730 في مدينه العرائش، ودخلوا العجين تاع البسطيله اللي يسموه دركا ديولومنا، من حيث حنا تعلمنا هذا الشيء من عند الجزائريين. هذا درت قطايف بالجوز والقرفه، خاطر من حيث القرفه تمشي مع الجوز، والعسل تاعي درته بالمزهر، وهذه هي اللي لمسه القطايف. كيفاش لحق ليهم المغرب؟ حنايا الجزائريين هما اللي لحقناها المغرب. ودابا غادي نشوفوا هذا النوع ديال الحلوه. هذه البقلاوه. اييه بقلاوه اكلا، هذه دخلت من الجزائر. نعم، من المهاجرين الجزائريين هما اللي جابوها لتطوان. اييه القطايف فهي أوراق من عجين شفاف ترسمها هذه الأنامل الذهبية بهذه الطريقة الجميلة على صينية ساخنة، بعد أن تنضج تصفف في إناء وتسقى بالعسل وترش باللوز. إذن الجزائريين هما اللي مروها لنا، بحكم أننا حنايا منطقة حدودية مع الجزائر، وما كانش الحدود يعني كانوا هما عندنا وحنا عندهم، وكان تبدلوا كل شيء. مدينة اللي هي مدينة حدودية اللي كتشوفوا، كنظن راه عندكم الخبر بأن الناس تعوجتا، الاقتصاد ديالهم ما عايشيش ماشي اقتصاد تاع الفوسفات ولا تاع الفلاحة، ولا عايشين من الليسونس تاع الجزائر. الناس نتاع وجدة عيشهم الحدادة، ها هي بلعت الحدادة، ها هو العيش راه بدا يكثر في وجدة. ما هو الموقف ديالكم؟ ما هي الحلول؟ هادي كلها تساؤلات من داخل وجدة. حنا لا جينا اليوم، جينا نعبروا على الغضب ديالنا، لأنك انت قلتيها الصراحة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، طاف الجزائر فوق الدخل الخبز كان يتخبز مغنية، والله لا يصبح حامي ناكلو احنا، اقسم بالله. الدانون الدقيق التمر، طاف هو كي ولات بني دار هذا اكساس تقول ما تقدرش تفوت، ما تخليش تفوت، تعملي تمشي تما، واش كاينك عقلية ولا كاينك؟ شوف عقلية ولا كاينك؟ تعرف شحال كاين ديال الحالات اللي كاين هذا؟ واش عرفتوا المات وشحال ولا يدير؟ ما عرفش المات، مليون و200 الف، مليون و200 الف المات. تعرف الكراج تما شحال كان يسوى ولا باش يكري؟ مليون للشهر كراج عنده غير حيطان، مليون. المازوت لوسونس خيرات، اما الشواء من تفوت في الظلمه، الظلمه ضرب الغرناطي يعني هي مستحدثة في المغرب، وأنه معروف في المغرب بالجزيري أو الجزائري، هي أصل تسمية للمغاربة. تسمية هذا التراث بالجزيري هو ناتج عن تأثير الجزائر في المغرب، في تأثير الجزائر في المغرب من خلال بعض المعلمين الذين كانوا يتوافدون على المغرب، وخصوصا مثل مسان مثلا. يمكن ان نستحضر هنا علما وهو محمد من الغبريط، قدم الى المغرب في العقد الثالث 1923 24 25 واسس مدرسه لتعليم الطرب الغرناطي في الربيع.